مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو اللي كيتعتبر اول فيديو من سلسله ديال بزاف ديال الفيديوهات اللي غنشوفوهم من بعد واللي من خلالهم غنتعلموا اللغه الفرنسيه. اول حلقه غنصححوا فيها بعض الاخطاء اللي كيطيحوا فيها المبتدئين. مثلا اول خطا هو تعلم اللغه الفرنسيه بالعربيه. مثال غنشوفوا شيرشي كنلقاوها تيكتبها ب شير شي. هذا خطأ شائع موجود بزاف على الفيسبوك. كنصيحة أولى لتعلم اللغة الفرنسية هي أولا معرفة سكون بيل الالفابي الفرنسي او الابجديه الفرنسيه وهو ما سنراه حالا. الالفابي الفرنسي هو هذا ا ب سي دي او اف جي اش اي G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. أول حاجة خصنا نتعلموها هو نحفظوا الأبجدية الفرنسية. هذه خطوة أولى. من بعد هاد الألفابي الفرنسي كينقسم لجوج ديال الحوايج، تفهمنا؟ سو كون أبل لي كونسون اللي كنسميوهم كونسون واللي كنسميوهم لي فوايل. اشنو هما اللي كتار بزاف؟ اللي كتار هما لي كونسون. لي فوايل عندنا سته ديال لي فوايل، غنشوفو من بعد بلي عندنا وحدين اخرين بالتركيب ديالهم. غنشوفو الاساسيين الان. عندنا ا او اي او Y. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 voyelles. C'est-à-dire les voyelles. Ou, mais, yusma bel français, bel arabe, afwan, حروف العلة. Rien que ce bon moment. Les voyelles. Hommage. A, E, I, U, Y, W, O. Les autres, Hadou, les autres, B, C, M, N. كنسميهم لي كونسون. هذه اول حاجه غنتعرفوا عليها. من بعد غنشوفوا لي سيلاب او لا كيفاش كيتقرا هاد لي فوايل هادو مع الى جمعناهم بيناتهم. غناخذوا مثلا الحرف بي باش نكونوا واحد الصوت. دائما وفي اغلب الحالات خصنا نجمعوها مع اون فوايل، ولي فوايل اللي قلنا سي ا او اي ايغريك او اي يو.
مثلا بي بلس ا زائد ا كتقرب با، بي زائد ا كتقرب با، بي بلس او كتقرب ب، بي بلس اي كتقرب بي، بي بلس إيغريك كتقرب بي، بي بلس او كتقرب بو. لو او اي بي بلس اي غادي تقرب بي. مثلا في نظركم علاش كنلقاو الصعوبه في القرايه ديال لا لونغ فرونسيز ولا في لي فراز فرونسيز؟ حيت في اللغه العربيه عندنا حروف العله عندنا ثلاثه، الواو الالف الياء. اما في الفرنسيه كما قلنا لدينا سته زائد هناك اخرين وغنشوفوهم الان. الى شفنا هاد الامثله الاخرى غنشوفوا ان خرجوا لنا دوطخ فوايل، خرجوا لنا لي زوطخ فوايل. غنشوفوهم هنا بي بلس ا او كتقرب بو، بي بلس او ان كتقرب ان سي بان، اي بي بلس او ان سي بون. On a B plus A I M كتقرب بان، بان. Et on a B plus E كتقرب B. Et B plus E ouvert c'est B. بحال المثال ديال غاكل، غاكل بي. هنا غنشوفو ان اكتشفنا ماشي غير ستة ديال لي فوايل اللي كاينين، كاين بزاف ديال لي فوايل عندنا، وبالتالي كنشوف ان هذه كتعتبر اول حلقة. كنتمنى تنال اعجابكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم ودعموا القناه باش نستمروا ونزيدوا في القدام ونعطيو الحوايج اللي هما مهمين، هادو الاساسيات، هادو الضروريات لازم على اي واحد منا يتعلمهم باش يقدر يتعلم ولا يستوعب داكشي اللي غيجي من بعد. اما صدقوني مثلا الا بدينا بديك الطريقه ديال القرايه بالعربيه فما غاديش نوصلوا فين، وحتى النطق ديالنا، حتى النطق ديالنا ما غاديش يكون سليم، وديما فاش غنهضروا غتبان ديك لاكسون ديال هذا مثلا عربي راه غير تعلم مثلا، ولا راه حتى في الوضخ في النطق ديالو راه ما ماشي هو هذاك. الى اللقاء والى حلقه اخرى إن شاء الله.